أهلا بكم، وهذه التغطية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، حيث حددت موعد استحقاق القسط الأول للعام الدراسي المقبل لطلاب المدارس الخاصة، موضحة أن القسط الأول مع بداية العام الدراسي الجديد، ويحظر تحصيل أي مصروفات قبل الأول من سبتمبر لعام 2022. أيضا يحظر تحصيل 10% من قيمة القسط الأول في حالة التحويل، إلا إذا تم التحويل خلال الفترة من الأول من سبتمبر حتى بداية العام الدراسي الجديد. كانت أيضا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرسلت خطابا للمديريات استعدادا للعام الدراسي الجديد بشأن المدارس الخاصة، مؤكدة على التزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها بالقواعد القانونية والقرارات الوزارية المنظمة لها في العام الدراسي القادم. قالت الوزارة: يتم وضع تكلفة الكتب الدراسية بمعرفة الإدارة التعليمية قبل بداية العام الدراسي طبقا لتكلفة الفعلية، ومضافا إليها نسبة 10% مصاريف إدارية على دفعتين. يتم تحصيل الدفعة الأولى من قيمة تكلفة كتب الوزارة مع مصروفات القسط الأول، على أن يتم التأكد من تسليم أولياء الأمور الكتب الدراسية بالتوقيع في الكشف المقرر. لذلك يحظر أن تتضمن تكلفة الكتب الدراسية قيمة أي مطبوعات أخرى غير قانونية، ملخصات أو ملازم أو غيرها. أيضا حذرت الوزارة من تحصيل قيمة رسوم الالتحاق بالمدرسة أو رسوم قبول أو اختبار قبول أو فتح ملف. يحظر بيع الزي المدرسي والأدوات الكتابية والمكتبية لمخالفته بترخيص المدارس الخاصة والقرارات الوزارية المنظمة. إلى ذلك أيضا وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإدارات التعليمية بإصدار نشرة المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل وتسليمها للمدارس الخاصة بإعلانها لأولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي الجديد بشهر. أيضا كانت وزارة التربية والتعليم أرسلت خطابا للمديريات استعدادا للعام الدراسي الجديد بشأن المدارس الخاصة، مؤكدة على التزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها بالقواعد القانونية والقرارات الوزارية المنظمة لها في العام الدراسي القادم. قالت الوزارة: يتم وضع تكلفة الكتب الدراسية بمعرفة الإدارة التعليمية قبل بداية العام الدراسي طبقا للتكلفة الفعلية، ومضافا إليها نسبة 10% مصاريف إدارية على دفعتين. يتم تحصيل الدفعة الأولى من قيمة تكلفة كتب الوزارة مع مصروفات القسط الأول، وعلى أن يتم التأكد من تسليم أولياء الأمور الكتب الدراسية بالتوقيع في الكشف المقرر. لذلك يحظر أن تتضمن تكلفة الكتب الدراسية قيمة أي مطبوعات أخرى غير قانونية. وحذرت الوزارة من تحصيل قيمة رسوم الالتحاق بالمدرسة أو رسوم القبول أو اختبار القبول أو فتح الملف كما ذكرنا. يحظر بيع الزي المدرسي والأدوات الكتابية والمكتبية لمخالفته لترخيص المدارس الخاصة والقرارات الوزارية المنظمة. نصل معكم لختام هذه الفقرات المقدمة على نت وزارة التربية والتعليم. شكرا لمتابعة حضراتكم، إلى اللقاء.